فراشه كيفرشوا برا فهمتي، الناس كتمشي لتما. هنايا اصلا الناس هنايا بيدهم كيخرجوا تما يبيعوا. الخمسه باقي ماشي نبيع الا تا درهم مستطحين، ما عاملين حتى شي حاجه. هذا مش 20 درهم قلت لك، 20 درهم دخلت لك الموطا. فهمتي، بنادم كيشد هنايا الحانوت وكيخرج يفرش في الشارع. باش ما يبقاوش المحلات اللي حدانا سادين، شرينا محلات وحاولنا نفتحوا محلات وغامرنا بتيكات وجبنا سلعه، ولكن الغالب الله ما كيدوش شي كليان. اصلا دابا الشارع متلوق في الراشة يوميا، كعطاو ماشي يومين، هيدا في السيمانه. الحل الانسب اللي هنا الجمعيه اللي كتواجد هنا تحاول انها تضبط الخدمه ديال داخل السوق. على مصلحه الجمعيه مصلحيه، فهمت؟ وحنا كنطالبوا من السلطه الدخل في هادشي هذا والشارع نقي، وحنا ما نبغيوش مدار الشارع وما نبغيوش مدار السوق، حتى واحد ما بغيوها يدار. السلام عليكم، حنايا مستفيدين سوق بن ساوت اللي جا في اتجاه بنك الشعمه، راه في اتجاه طريق سيدي ادريس. وحنايا عندنا مشاكل بزاف هنايا، منا مشكل عندنا حنايا اصلا. حنايا هنايا دابا انت كتشوف كلشي هنايا خاوي، الناس كامله لجأت للشارع. حنا عاملين التزام من نهار اللي تهزينا باش حتى واحد ما يمشي للشارع يفرش. وحنايا هنايا ضايعين، مني جابونا هنايا نساونا، حتى واحد ما كيشوف من حالنا، ما كيدوش شي كليان. اصلا دابا الشارع متلوق في الراشه يوميا، كعطاو ماشي يومين، هيدا في السيمانه فراشه كيفرشوا برا فهمتي، الناس كتمشي لتما. هنايا اصلا الناس هنايا بيدهم كيخرجوا تما يبيعوا، يعني حنايا بقينا هنايا مضرورين، ما كاينه لا بيع لا شراء لا والو. انت هنا كتشوفها السلعه هنايا كلشي ما كاين والو. الحل حنا عندنا واحد الجمعيه هنايا، ولكن هي اللي خصها تشوف الحل داتشي. الجمعيه اصلا شافت كبر عليها هادشي هذا، يعني ما قدراتش تشوف هذا الحل. هذا هي اللي خصها تشوف الحل، ولكن كنشوف فشلات في هادشي هذا، ما قدراتش تشوف الحل داتشي هذا مره. كاين شرا كان قايلو جالسين، يعني نخرج بالعشرة الصباح حنا جالسين حتى ديال المغرب نشوف حنا، ولادنا بالجوع في الدار. عندي الراجل الصحه ما فيها شي، ما خدامش، وانا خدام على ولادي بحديث، نقيل جالسه هنايا. نهار مخير تزور 2000 فرانك، هذا بيع هذا السوق، هذا كلشي مجدود. شدوا خرجوا للشارع، اجي فتح مشي للشارع، وحنا جالسين حدو السوق، وخاصنا نخلصوا العصاص، خاصنا نخلصوا الوازن ديالنا. ايوا قايلوا جالسين، والله العظيم نمشيو نبكيو 2000 فرانك، واش 2000 فرانك كيكون السوق؟ ولادنا الماء والضوء والكراء المرض، عندي الراجل مريض، وحنا جالسين قايلين جماعين الشارع مفرش والسوق خاوي، ما يمكنش هادشي هذا. حنا مضيعين، حنا ضيعنا هذه 4 سنين، حنا ما كاين والو. حنا جينا هنا استفدنا وفرحنا زعما باش نستافدوا ونريحوا هنا في حانوس باش نخدموا. صداق السوق طلع ما خدامش، فهمتي؟ بنادم كيشد هنا الحانوس وكيخرج يفرش في الشارع، فهمتي؟ كيطيحوا علينا هنا مره، بنادم كيخرج من الشارع وكيخلينا حنا جالسين هنايا. عندهم الحوانس مستافدين هنا وما كي فهمتي، ما كيفتحوش كيخرجون الشارع. حنا ما حرفتناش حنا نخرجون الشارع، فهمت؟ ولكن حنا خصنا نخدموا في السوق، تنبقاو هنا في السوق، نخدموا هنا في السوق ويتحرك وبنادم يجي يفتح معانا، فهمتي؟ واحد من بعد ديال سوق القرب بن ساوت اللي كنعاني، اللي كيعاني كلشي لهنا، اللي دخلنا السوق كلشي هجر. هذا السوق هذا كلشي هجر، الاغلبيه هجر، وخرجنا الشارع. واخا حنا عينا كنعملوا بزاف ديال المحاولات، اللي شرينا حتى محلات باش ما يبقاوش المحلات اللي حدانا سادين، باش ما يبقاوش المحلات اللي حدانا سادين. شرينا محلات وحاولنا نفتحوا محلات وغامرنا بتيكات وجبنا سلعه، ولكن الغالب الله. والسوق عاوتاني جينا نهضروا على واحد الناحيه ديال السوق، كاينه سوق فيه جمعيه، عندنا فيه جمعيه، ولكن هذه الجمعيه ما كتعمل حتى شي محاوله، فهمت؟ الجمعيه تبعها عكا غير بحال اللي كيقولوا، وطمع في الشعب. على مصلحه الجمعيه مصلحيه، فهمت؟ وحنا كنطالبوا من السلطه الدخل في هادشي هذا والشارع نقي، وحنا ما بغيوش مدار الشارع وما بغيوش مدار السوق، حتى واحد ما بغيوها يدار. حنا حتى واحد ما كيوصلنا سيدي، حتى واحد ما كنشوفوه. حنا كيما كنحلوا، حنا حلينا في 11 ديال الصباح، شنو الساعه دابا؟ هذه الخمسه، باقي ماشي نبيع الا تا درهم مستفتحين، ما عاملين حتى شي حاجه. هذا الشيء اللي كاين هو هذا، كما كتشوفنا هيدا حنايا. واش عيب الله انا من نقيل انا نهار كامل غنمشي نمد يدين ساعه؟ هذا الشيء راه ما كيسل ما كيبشرش. حنا هذا الشيء هذا خصنا يعملوا لنا شي حل، السوق يخدم، حنا باغيين غير السوق يخدم، حنا ما باغيين حتى شي حاجه. حنا هذا المجهود عاملينه خصنا السوق يخدم ويكون ندبروا على راسنا، ما نسعوا وما نمدوا يدنا لواحد اخر، باغيين نعملوا المجهود ديالنا. بالنسبه لهذا الحي استاذي الكريم، حنا من الزوار
كساكنه ديال الحي وكزوار هاد الحي كنجيو تقريبا يوميا كنتسخروا من هنا حيت قرب السوق قريب. الانسان كيتسوق النهار حاجه. الاشكال اللي كنلاحظوا هو الغياب التام ديال بعض الناس اللي خلاو المحلات ديالهم وصبوا يعني صبوا في يعني في ضعف الحركه. كنتمناو من الناس اللي عنده شي محل او استافد او هذه يحاول انه يجي المحل ديالو في اقرب وقت او تنتزع الملكيه ديالو. قلت لك اخي حنا كنتمناو مات السوق بحكم انه في الحي وكيتواجد موقع مزيان الحمد لله. كنتمنى انه ينتعاش ويستافدوا هاد الشباب حيت كنلاحظوا بعض الناس بحال اللي كنشوفوا هنا يوميا هما هنايا الحمد لله رغم القله ديال الحركه راهم كيفتحوا بالقليل ولا بكثير. وكنتمنى من باقي الناس يعني اللي شادين المحلات ديالهم يحاولوا انهم يعودوا باسرع الحل الانسب لهنا. الجمعيه اللي كتواجد هنا تحاول انها تضبط الخدمه ديالها داخل هذا السوق وتحاول انها تخفف من ديك الخروقات اللي كتواجد هنا في السوق وتحاول تضبط الامور ديالها وتحاول تدعي هاد الناس اللي كيخليوا الاماكن ديالهم فارغه انهم يرجعوا للاماكن ديالهم في اقرب وقت. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.